بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزاتي أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة وسيم تك وفيديو جديد. وإن كانت هذه المرة الأولى التي تشاهدون فيها هذه القناة، فإن هذه القناة تهتم بكل ما يتعلق ببرامج ومشاكل الحاسوب وبعالم الإنترنت، وخاصة كيفية ربح المال من هذه الشبكة. سأتحدث في فيديو اليوم عن كيفية ترجمة العنوان والوصف الخاصين بفيديوهاتكم في يوتيوب، حيث تظهر في البلدان العربية باللغة العربية وفي البلدان الأجنبية تظهر باللغات الأجنبية. وترجمة العنوان والوصف سيكسب فيديوهاتكم المزيد من المشاهدات، وبالتالي يكسب قنواتكم المزيد من الاشتراكات. ولشرح عملية الترجمة سأستعمل أحد فيديوهاتي في هذه القناة التي أنشأتها مؤخرا، والتي أنشر فيها المقاطع الموسيقية والصوتية الخالية من حقوق الطبع والنشر، والتي يمكن للجميع أخذها ووضعها في خلفيات أعمالهم أو فيديوهاتهم بدون أن يطالبهم أي أحد بحقوقها. فلنبدأ الشرح إذن على بركة الله. أول شيء يجب فعله هو الذهاب إلى تخصيص القناة أو إدارة الفيديوهات، أو فقط النقر هنا على اليمين في فيديوهاتك. فنحصل على هذه الصفحة التي تحتوي على محتوى القناة، أي كل الفيديوهات المحملة في قناتك. إذن سأقوم بترجمة أحد فيديوهاتي، مثلا هذا الفيديو الأول. للقيام بترجمة عنوانه ووصفه ننقر هنا على التفاصيل. فتظهر لنا هذه الصفحة التي تحتوي على تفاصيل الفيديو، وسأحاول في هذا الدرس ترجمة العنوان إلى اللغة الإنجليزية وترجمة الوصف كذلك إلى اللغة الإنجليزية. لفعل ذلك نأتي إلى هنا، ننزل أسفل إلى هنا إلى الترجمة، ننقر على الترجمة، فتظهر لنا هذه الصفحة، صفحة ترجمة الفيديو، وهنا هذه العبارة وهذه النافذة الصغيرة ضبط اللغة، وهنا لدينا ضبط هذه اللغة كلغة تلقائية لقناتي. سأختار هنا ضبط اللغة، سأختار أولا اللغة العربية، نبحث عن اللغة العربية، لدينا هنا اللغة العربية ننقر عليها. إذن هذه هي لغة الفيديو. ولو أنه فيديو يتعلق بالموسيقى ليس فيه أي لغة، ولكن لغة عنوانه ووصفه هي اللغة العربية. هنا ضبط هذه اللغة كلغة تلقائية لقناتي. لن أفعل هذه الخاصية لأن قناتي مختصة في الموسيقى، والموسيقى لغة عالمية، ولن أفعل هذه الخاصية، سأدعها فارغة هكذا، ثم أضغط على تأكيد. لا أعرف كيف ظهرت هذه اللغة الإسبانية لغة تلقائية، سأحاول تغييرها لاحقا. ولدي هنا لغة الفيديو هي اللغة العربية، سأضيف لغة الترجمة أي ترجمة العنوان والوصف، سأترجمه إلى اللغة الإنجليزية وإلى لغات أخرى إن أردت. سأضيف من هنا اللغة الإنجليزية، أنقر هنا إضافة لغة، ثم أبحث عن اللغة الإنجليزية، لدي هنا اللغة الإنجليزية أنقر عليها، ومن هنا تحت خانة العنوان والوصف سأنقر هنا في إضافة، سأضيف العنوان والوصف باللغة الإنجليزية، ننقر على إضافة. فتظهر لنا هذه الصفحة، هذا هو عنوان الفيديو الخاص بي، وهذا هو وصفه. وسأحاول ترجمة هذا العنوان إلى اللغة الإنجليزية. ومن لا يتقن اللغة الإنجليزية، ما عليه إلا نقل أو نسخ هذا العنوان، ننسخه، ثم نذهب إلى جوجل ونفتح صفحة جديدة في جوجل، ثم نكتب في هذه الصفحة صفحة جوجل، ثم نكتب في محرك البحث ترجمة جوجل،
فتظهر لنا هذه الصفحة، سأحاول الدخول من هنا لنحصل على الصفحة الكبيرة، أما هذه الصفحة صغيرة جدا، سأنقر هنا على ترجمة جوجل. إذن هذه الصفحة الكبيرة سنحاول الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. قمنا إذن بنسخ هذا العنوان، وسنقوم بترجمته هنا، نلصقه هنا، ننقر على لصق. فكما ترون تظهر لنا هنا الترجمة، لدينا هنا ترجمة، ليست ترجمة 100% ترجمة جيدة، ولكن تفي بالغرض وتوصل المعنى. نقوم بنسخ هذا العنوان المترجم، ننقر على نسخ، نعود إلى صفحة الترجمة، ثم نلصق هنا الترجمة. ولمن يتقن اللغة الإنجليزية بإمكانه إحداث بعض التغييرات. أنا أفضل أن أكتب هنا Ambient Music. سأزيل هذا القوس وأزيل Without، ثم أضع هنا قوس آخر، ثم No Copyright، ثم أغلق القوس. إذن هذا هو العنوان، ثم ننتقل إلى الوصف. نأخذ هذه الفقرة من الوصف، ننسخها، ثم نعود إلى ترجمة جوجل، ثم نلصقها هنا. إذن هذه هي الترجمة، ننسخها مرة أخرى، ثم نعود إلى صفحة الترجمة، ثم ننسخها في الوصف هنا، ثم نقوم بنسخ البيانات الخاصة بهذا المقطع الموسيقي، روابط صاحب المقطع الموسيقي. ثم نقوم بنسخ هذه البيانات، هذه البيانات المكتوبة باللغة العربية، نقوم بنسخها، ثم نعود إلى ترجمة جوجل، ثم نلصقها هنا. هذه هي الترجمة إذن بالإنجليزية، ولو أنه تحتاج إلى بعض التصحيحات، فمثلا هنا في data يجب كتابة، من الأحسن كتابة credits وليس data. ننسخها، ثم نعود إلى صفحة الترجمة، ثم نقوم بلصقها هنا في هذه الخانة، خانة الوصف. إذن هكذا بهذه الطريقة قمنا بترجمة العنوان والوصف، وبإمكاننا إحداث تغييرات على العنوان من هنا بالنقر على أي كلمة، ثم تعويضها بكلمة أخرى أو إزالتها مطلقا، وأيضا إحداث تغييرات على الوصف. مثلا هنا في كلمة data سأغيرها إلى credits أحسن، credits أفضل. وبذلك انتهينا من عملية ترجمة الوصف والعنوان، ثم ننقر هنا على النشر. ولإضافة لغة أخرى مثلا الفرنسية أو الإسبانية أو حتى الصينية، نضغط دائما هنا، وبإمكاننا إضافة عدة لغات، وفي كل مرة نضيف فيها لغة ما، ننقر على النشر، ثم نأتي إلى هنا، نضغط على إضافة لغة لإضافة لغة أخرى، ويمكن إضافة عدة لغات. وبإمكانكم تغيير هذه الترجمة متى شئتم وبعدد مرات غير محدودة، وذلك بالنقر هنا في الخانة المتعلقة بالإنجليزية هنا تحت العنوان والوصف على الخيارات، ننقر على الخيارات، ثم ننقر على تعديل، أي من هنا بإمكاننا تعديل هذه الترجمة متى شئنا وكلما أردنا ذلك، وبإمكاننا أيضا حذفها من هنا، ولتعديلها نضغط على تعديل. وهكذا يمكنكم تعديل الترجمة من هذه النافذة. ثم بعد ذلك، بعد الانتهاء من التعديل، تضغطون على نشر، وإذا لم تقوموا بأي تعديلات تنقرون على إلغاء.
وهكذا انتهينا من عملية ترجمة هذا الفيديو. إذا في الدول العربية سيظهر هذا الفيديو بعنوان ووصف باللغة العربية، وفي الدول الأجنبية سيظهر العنوان والوصف باللغة الإنجليزية. وفي محرك البحث عندما يبحث أحدهم باللغة الإنجليزية عن هذا المقطع الموسيقي سيظهر له هذا المقطع الموسيقي، وإذا بحث باللغة العربية سيظهر أيضا هذا الفيديو. إذن إنشاء الترجمة يمكننا من زيادة فرص مشاهدة فيديوهاتنا، وبالتالي فرص الاشتراك في قناتنا. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الفيديو، ولا تنسوا المشاركة في قناة هذه وتشجيعنا على مزيد من البحث، وبالتالي على مزيد من البذل والعطاء. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.